لإسقاط الضوء على ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، معنا من أنقرة الناشط السياسي العراقي سامر الساعدي. أهلا بك سيد سامر. يعني بداية من حديث فرانس بريس عن توزيع الدعايات الانتخابية للمرشحين بأساليب رخيصة ومضحكة كما وصفتها فرانس بريس، لماذا تتعمد الأحزاب باعتقادك اتباع هذه الأساليب في دعايتها؟ هل تفتقد لبرامج انتخابية مقنعة؟ نعم، مساء الخير على قناتكم وعلى متابعيكم وعلى مشاهديكم الكرام. نعم، حقيقة هذه هي أساليب دائما ما كانت تطرح قبل الانتخابات. الدعاية الانتخابية هي أصلا حقيقة دعاية غير مجدية للمواطن العراقي المرشح هو نفسه. لا يمتلكون برنامج صحيح. يعني دائما ما نشاهد في التلفاز أنه أحد المرشحين يتم سؤاله ما هو برنامجكم، حقيقة لا يجاوب جواب حقيقي. البرنامج الموجود الآن لدى المرشحين غير مفهوم، ما معنى البرنامج السياسي بالنسبة له. طبعا بالمناسبة يوجد فقرة قانونية في النظام الانتخابي أنه شرط يشترط على التسجيل أن يكون الكتلة أو التيار يمتلك برنامج سياسي يلبي طموحات الناخبين. حقيقة لم نشهد برنامج سياسي ولا حتى هذه الدعايات الرخيصة كما نشاهدها في المشاهد في شوارع بغداد ومحافظات العراق ككل. نعم، دعاية تفتقر إلى الرقي بما يمثلني أنا كمواطن عراقي، تفتقر إلى المرشح. حقيقة أن المرشح النمادل يدل على أنه غير فاهم معنى قضية الديمقراطية، ألا وهي حكم الأغلبية، حكم الشعب. الآن نشهد إحنا مزايا أخرى لا تتوافق مع هذه العملية الديمقراطية، ألا وهي الإرادة الحزبية مع الأسف الذي يحكمه المال والسلاح والنفوذ. نعم. نذهب إلى سؤال آخر سيد سامر. يعني هناك نواب حذروا من عمليات قرصنة إلكترونية قد ترافق نتائج الانتخابات، هل ستختلف هذه الانتخابات باعتقادك عن سابقاتها من ناحية عمليات التزوير التي يتبادل شركاء العملية السياسية ذاتهم الاتهامات بشأنها فيما يأتي في أعقاب أي انتخابات؟ تجدهم يتبادلون الاتهامات بأن هناك طرفا زور أو طرف آخر زور أكثر. نعم، يعني حقيقة نلاحظ النواب يفسرون ويتكلمون عن أن تزوير سوف يقع في هذه الانتخابات. حقيقة وأمتلك من المعلومات لدي توجد 18 حاسبة بمعلومات بإلكترونية بأجهزة بمواصفات عالية التقنية لكل محافظة. هذه الحاسبة هي تختزل وتنقل الفلاشات من الفروع ومن ثم إلى المركز الوطني، وهنا يتم التلاعب في هذه الحاسبات. فلذلك نحن نقول من صرخة عراقيين للتغيير، لا، لن أنتخب لوجود المركز الوطني الذي يحكمه المال السياسي الذي هو يعمل على إعلان النتائج حسب الكتل السياسية وحسب السيطرة على هذا المركز. فلذلك حقيقة أنا مؤمن كعراقي أن هذه الانتخابات مزورة مثل ما تم تزويرها في السابق، وعلى تصريح رئيس الوزراء السابق أن الانتخابات كانت مزورة وتم إحالة المفوضية كإجراء إلى التقاعد، ومن ثم تم تسجيل إحراق الصناديق ضد مجهول. فلذلك أنا أعتقد أن الانتخابات هذه سوف تكون مزورة 90 لربما 95%. للسبب أنه الشعب العراقي فقد المصداقية والثقة بالعملية الانتخابية، وبذلك يساوي فقدان جماهير الأحزاب لهذه، ومن ثم التجأوا إلى الدول حتى تدعمهم لإجراء انتخابات. نعم سيد سامر، على ذكرك للشارع العراقي وفقدانه المصداقية تماما بمختلف المرشحين والأحزاب التي ترغب أن تتنافس بالانتخابات، يعني هناك حالة من عدم الاكتراث بالانتخابات من قبل العراقيين بحسب صحيفة الاندبندنت وما أوردته هذه الصحيفة مؤخرا. السؤال هنا، هل بات العراقيون باعتقادك على قناعة بأن تغيير الواقع المتردي لن يتم بانتخابات تشرف عليها الأحزاب المتهمة بالفساد مثلا؟ نعم، يعني حقيقة بالعراقي الدارج السؤال الذي يتم طرحه على المواطن
انت شلون تشوف الانتخابات؟ راح يجاوبك بالعراقي نفس الطاسه ونفس الحمام. يعني حقيقه الانتخابات لا زلنا ننتخب اشباح، حقيقه لا زلنا العراقيين لم يفهموا معنى البرنامج الحكومي والبرنامج السياسي. الافرازات الحقيقيه للانتخابات الا وهي فصل تشريعي ورقابي وحكومه قويه معارضه قويه لم يشهدها العراقيين. الانتخابات لم تعطي حقا واي متطلب من القطاعات للمواطنين العراقيين. حقيقه هذه احنا ليس ضد العمليه الديمقراطيه، لكن الان ضد العمليه الانتخابيه التي هي نفس الاحزاب وهي مسيسه وتشترى وتباع بالمال السياسي. أنا نذهب إلى سؤال آخر الآن سيد سامر، يعني باعتقادك كيف رسخت ثورة تشرين حالة الوعي الشعبي ببطلان الانتخابات، وكيف رسخت أيضا عدم مصداقية ادعاء الأحزاب بأن الانتخابات في العراق من الممكن أن تكون نزيهة؟ نعم، حقيقة تشرين يعني طالبت بإسقاط النظام الموجود والعملية إسقاط النظام المنظومة السياسية وكافة السلطات الثلاثة والرئاسات الثلاثة والأحزاب من تسير هذه السلطات والرئاسات. الفريد واللطيف حقيقة أنه نفس الأشخاص اللي تم خروج المواطنين المتظاهرين عليهم هم نفسهم تم كتابة نظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات، ونفسهم هم اللي يقننون ويسننون. حقيقة إذن هذا المتظاهرين وتشرين هي رافضة لكل هذه الطبقة السياسية بشخوصها، والآن نفس الطبقة السياسية هي من تسن قانون للنظام للانتخابات، وهي من تعمل على إجراء انتخابات لجثوما على صدور العراق 4 سنوات أخرى عجاب. فهنا حقيقة تشرين رفضت كل هذه الطبقة ورفضت إجراء الانتخابات. وأنا في ساحات تشرين في ساحة في بغداد الشاهدين على هذه الأمور وعلى هذه الطلبات اللي كانت حية من المتظاهرين. نريد وطن، الشعب يريد إسقاط النظام. دعنا نذهب إلى سؤال جديد الآن سيد سامر، يعني هناك العديد من المواقع الأمريكية قالت إن الكتل الأكبر هي التي ستحصل على يعني الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان. باعتقادك إذن ما المتغير في المشهد السياسي العراقي إذا كانت الانتخابات ستعيد فرز ذات الوجوه مرة أخرى؟ نعم، هو هذا اللي أشرنا عليه. يعني حقيقة نفس الوجوه، هي مرة تشوفه برلماني ومرة تشوفه وزير ومرة تشوفه نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء. حقيقة نفس الوجوه، التدوير الوظيفي يعاد في دائما. حقيقة هذه التصنيفات والإعلانات حاليا اللي تخرج، والآن في المركز الخبري الوطني تسريبات سرية على أن القوائم سوف تفوز، نفس القوائم الكبيرة هي من سوف تفوز في الانتخابات. إذن يعني من خلال هذه التصنيفات، من خلال يعني الأمريكية أو العراقية الخارجية أو الداخلية، تبين المواطن العراقي عدم احترام أصوات الناخبين، لأن النتائج تم عرضها الآن وتم تصنيفها الآن قبل وقوع الانتخابات. إذن الآراء لدى المواطنين وصناديق الاقتراع هي عبارة عن تصنيفات يتحكم بها دول خارجية ويتحكم بها السلاح والمال السياسي الذي يمتلكه الأحزاب، وهو المسيطر على كل هذه العملية. فلذلك نقول لا، لن ننتخب لوجود سلاح ومال يهدد العملية الديمقراطية. نعم، الناشط السياسي العراقي سامر الساعدي كنت معنا عبر سكايب من أنقرة، شكرا جزيلا لك.